السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فوزي السلام عليكم متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. للأسف الشديد صدمة وما عرفناش كيفاش غنوصفوا هذا الإحساس اللي كنحسوا به كلنا كمغاربة صغارا وكبارا نساء ورجالا. اللي عنده مع الكرة واللي ما عندوش مع الكرة أكيد غيكون في الحالة اللي فيها المشجع الشهير باتمان. شكون فينا ما بكاش؟ شكون فينا ما حش بقلبه غادي يسكت؟ شكون فينا ما حش بأعصابه فلتت منه؟ شكون فينا ما كانش على ليلة يلا محمد رسول الله؟ للأسف الشديد كنا كنتمنوا النصر ولكن ما كنعرفش بزاف الكرة. فوزي ولدي شنو ممكن تقول لنا على المباراة ديال اليوم؟ ما كاينش شي مغربي اليوم ماشي بحال ما هكا لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. ما كاينش شي مغربي دابا ما مصدومش، ما كاينش شي مغربي ما بكاش يا لداخل يا على برا. كلنا بكينا، كاين اللي بكى في الصمت وكاين اللي بكى بالصح وكاين اللي غوت. فرحتنا كانت كبيره مني كيتماركاو البيوت ديال الفريق المغربي، ولكن صدمتنا كانت اكبر للاسف الشديد مني سال الماتش بانتصار فريق كان من الممكن اننا نربحوه بسهوله. فريق كان ممكن اننا ننتصروا عليه بسهوله، فريق ماشي ما كانش فريق صعيب قدام الكفاءه ديال الفريق المغربي، كان فريق ممكن اننا ننتصروا عليه بسهوله، وهذا الشيء اي واحد يعرفه ويشوفه قد كان كيعرف الكره قد ما كانش كيعرفها. ولكن للاسف الشديد كاين بكاء وكاين دموع وكاين حسره وكاين خيبه امل في منتخب كان ممكن اننا نربحوه بسهوله، منتخب كان سهل، منتخب كنا اليوم ما غنكونوش هكا، كنا اليوم ما غيبكيش فوزي وما غنبكيش انا وما غيبكيوش اكثر من 40 مليون مغربي، للاسف الشديد. واش لعبتوا مزيان ولا ما لعبتوش ما تيهمناش، كيهمنا اننا خسرنا. ما تيهمناش واش كان فريق قوي ولا كان انسجام ولا ما كانش انسجام، المهم اننا خسرنا. خيبتوا امل اكثر من 40 مليون مغربي كانوا كيهزوك في المصنو كيطلبوا لكم ان الله سبحانه وتعالى ينصركم، ولكن الباقي كان عليكم. منتخب سهل جدا، منتخب جزائري كان بالامكان اننا نربحوه، ما كانش كاع نوصلوا حنا كاع لدوك البينالتيات، ولكن وصلنا اليوم وخيبتوا الامل ديالنا وخيبتوا هذا الشاب هذا اللي كيبكي بحسره و لا اله الا محمد رسول الله. عطينا شي كلمه ولدي عطينا. والله ما قادر نهضر راك شفت نتسارق. لا خصنا نهضروا، خصنا نهضروا. قول لي انت بحكم انك مشجيع وكتعرف الكره وشاب، فين بالك الخلل؟ اللي ما بغاش تصرت لي اخ شفت مزار عشان اللي ما بغاش تصرت لي شنو يا ولدي؟ ماشي ما ربحكش شي منتخب اللي عاد ربحاتك الجزائر اللي راه حداك وماشي شي منتخب. هادشي اللي بقى فيا الحال دابا، انا راه كنبكي لداخل دابا، انا ما بغيتش نخرج الدموع ولكن راه كنبكي لداخل اختي في المزدار. واش حنا غنبقاو ديما نكس اي منتخب يجي يضربنا؟ حنا بينين 2017 تقسينا دقتنا مصر كل ديما النكسه، نبقاو ديما النكسه. فين بالك الخلل اليوم؟ في عموته يدير شونجمون للرحيم، ما نسالاش بروميان ما يدير شونجمون للرحيم، وكنخليو مع حتى شنو باش نشوفوا البلاد ديالنا كدير الكؤوس وكاس كاس افريقيا اللي غاب على الخزينه بزاف. ديالنا الكاس اليوم، الكاس كان غيكون ديالنا. وج في واحد المباراه كانت ممكن انها تكون مباراه اسطوريه، كانت ممكن انها تكون واحد المباراه تبقى في التاريخ المغربي، نبقاو نتباهوا بها غدا وبعد غدا قدام ولادنا، ولادنا يتباهوا بها قدام ولادهم. ولكن هذاك بعد هذاك البيوت، هذاك لو بيوت اللي ماركا عليهم هذاك خينا من بعد بقاو كيعاودوا فيه، انا راه بقاو كيعاودوا فيه، راه بقيت كنتقص. شوفي واجا ما سكتهم عباد الله، اجا ما سكتهم اليوم. واجا دابا قول لي يا سفيان، اجا ما سكتهم اليوم ها؟ ودابا تبع تصنت ليا واحد ما فهمتش انا، واش هما حيت خلعوهم هذوك الكابرانات ديال الجزائر قالوا لهم خاصكم تربحوا خلعوهم الكابره؟ والله يرحم لكم الوالدين لما تقاتلوا معانا، الله يرحم لكم الوالدين. واش قاتلوا معانا؟ ويلي ويلي اللعب المغربي واكل الشارب تبارك الله الماكله. واش عمرك شديتي الصف على مطيشه؟ عمرك شديتي الصف على البطاطا؟ عمرك شديتي الصف على الحليب؟ يا وليدي كتاكلوا احسن ماكله، كتشربوا احسن ماء شراب، بعدا ملي كتكون عندكم شي ماتش عام ملي كتبغيو تخرجوا حتى الصحافه ما كتشوفوش فيهم. وكنقولوا ماشي مشكل ولاد بلادنا مرحبا والف مرحبا، والكيران واقفين والطوموبيلات واقفين والاوطيلات وما نعرف شنو، حتى حاجه ما خاصكم اوليدي.
الجزائريين المشكل اللي كان وقع دابا غيبداو يهضروا دابا دابا لا من غير غيهضروا واش فوزي يا ولدي شحال تقاتلوا باش ما يطيحوش معانا تقاتلوا تقاتلوا انا كنتفرج قسما واش تاجم اللقطه كلشي مغبون كلشي دايرها كان ما باغيش ما كانوش باغين ما كانوش وكو كانوا كيتقى الحكام طق 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 توصل البوطو سلام سلام عليكم من الاخر شويه هكا ولدي بشويه راه كتبان لي راه فوزي يا ولدي يا فوزي يا ولدي ولدي تخلعتي علاش شويه كنخلعك انت خصك ترفع راسك للعالي كان خصك تلعب بواحد ما كانش خص يكون عندك التوتر كاع انت كان خصك تربح بجوج لزيرو وتخلي لهم هما الماتش كانوا مخلوعين كانوا متوترين كانوا خايفين منكم كانوا كيتراعدوا منكم كان قلبهم غيسكت كانت عينيهم عامره بال والله حتى كيبكيو دابا شي قبل الماتش والله حتى تسول شي ديرو والله حتى تلقى كيترعد كيبكي راه المغرب ناري ناري المغرب ناري ناري المغرب راه كيترعدوا دابا شنو ربحوا المغرب راه ماشي بحال ربحوا اي فريق راه خصك تعرف النشوه اللي عندهم راه بالنسبه لهم انتصار خارق راه ماشي 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 غير ربحوا اي فرقه كتخلي لهم فرصه اختي فاطمه الزهراء راه كتخلي لهم فرصه كاين نفسي كنشوف الفيديوهات قسما بالله العلي العظيم والقجع ومشى عندهم والله ما نكذب عليك اختي فاطمه الزهراء مشى عندهم للونطريما عرفتي واحد ناقصه هنا شد كيقول لهم خصكم تكونوا رجال وكذا واو واو واحد ناقصه شدتني واو 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 واحد ناقصه شداتني كنعتذر من المشاهدين شدتني واحد النقصة في قلبي الله يحفظه صافي وقيل هذاك راه ما بقاش فيه عبد المولى شوفي نعطوك شي واحد اخر اذا اشنو تقول اليوم فوزي شعارنا الدائم الله الوطن الملك أسحرة مغربية وغتبقى مغربية أحب من أحب وكاره من كاره ولا عزاء الدواب الإلكتروني اللي داخل عندنا الجزائري وأعداء الوطن وكل شيء هاي شتوا وديما مغرب أي وقيتها حنا راه معاكم ما كاين المغرب والمغرب سطراطات